أصبحنا وأصبح الملك لله، يلا على بابك يا حي يا قيوم. إذا صليت مع الجماعة وطلعت تعود من الشيطان عشان الله يحماك. اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء ويوم السوء وليلة السوء وصديق السوء وجار السوء، وأعوذ بك من ذي الوجهين وذي اللسانين، وأعوذ بك من إبليس وذريته وشياطينه، وأعوذ بك من الحريق والطريق ساعة الغفلة يا حي يا قيوم. اللهم يسرنا أمورنا يا رب السماوات والأرض. كل ما تقدم الواحد في العمر كل ما جات عليه مسؤوليات. هالحين تسرح ولدك المدرسة وتجاهده وتقومه. أنا أمس يسرحوني للمدرسة يلوذوني من ورا البيبان دوب أقوم، وكل يوم جايب العذر وكل يوم مريض. هالحين تسني ولدي غازي تنطق ما في بي. اي والله يا ابوي انا تعبان. قم اقم اسقطك. ثم قام. فعام دراسي جديد يا جماعه، والله انه يستر على اطفالنا وعلى طفلاتنا، وشدوا عليه وضغطوا عليه وراقبوه، ويجعلنا نشوفهم مهندسين وفي مناصب عليا ودكاتره. والله يحفظ ابنائنا وابناء المسلمين اجمعين. السلام عليك يا شيخ. سلام. داخل في بيتي ترى. لا انا داخل في بيتي. لا ما احتاج تلحقني لان تاز معي. طيب فاتوره انا كفيل. انا شوف انت اسم صوت انا قم. ما شاء الله. والمسجد ما طبيتها اليوم، ليش ما صليت الفجر في المسجد؟ لا ان شاء الله اليوم نوم. انا زهر انا روح. ما في مشكله. بالله عليك. زهر انا الساعه 12 انا موجود مسجد. الساعه 12 الله اكبر انا موجود. وليش ما صليت الفجر؟ لا بكره نروح. اللي ما يصلي الفجر في المسجد ما له فطور ولا له شيء غير ياكل من المدقدق هذاك ولا يشبع. لا اعطيك 100 ريال. ايوه بكره انا الساعه 3 ونص انا موجود بس. الساعه 3 ونص. لا انا الساعه 3 ونص. اجبت ترى ما تصلي لي، تصلي لله سبحانه وتعالى. انا باكل اجر. عمرك 50 انت تفهم عمرك كم؟ 55 شيبه. ها شوف يعني باقي خطوه واحده موت. ايوه صح. واحد هنا رجل واحد موت. صح ايوه موت. بعدين ايش فايده انت؟ ما فايده. صح كلام. انت تجيب 100 ريال 50 ريال ما مشكله. جيب 50 ريال. خلي انا شوي افكر مزاج مزبوط. انا يجي فطور سوسو ما في مزبوط. انا ناي فطور. متى ايش فكر؟ شوف لازم تسرح بزور مدرسه قوم بيت الفطور. فكر ايه اول مره انا اسمع هذا. 50 ريال تجيب 50 ريال فكر. عام دراسي جديد وش حاب تقول يا خلودي؟ لازم لاك الأكبر منك ولا أصغر منك؟ أقول شدوا حيلكم واجتهدوا وابذلوا مجهود أكثر من السنة اللي راحت. السنين تمشي وسنين تمر. أمس أنا صغير اليوم كبير وبتخرج. ما شاء الله ما شاء الله عليك. راح مشان ريال ريال وصامولي وعصير الربيع وجبنا خضراء اللي في الصامولي. يا قلبي يا ابوي الله يطول في عمرك يا ريس. هذا اي والله الله الدنيا ريس رقبه. بدينا عام دراسي جديد لازم تنظم وقتك. سهرات ولعب هذا خلاص الصيفيه راحت. نظم وقتك وارقد الليل وقم الصبح وصل صلاه الفجر. ما شاء الله ما شاء الله. بعضهم يرقد عنها ويسهر بعد. يسهر ويرقد عنها. هذه مشكله. هيا شوف تروح المدرسه وانت مواصل ترقد في الوصل. يمكن ياخذ الغطة في الخمس دقائق. ايش الفائدة الغطة هذه؟ كذا دجيت نفسك ودجيت عمرك. ما استفدت. هذا بيقول اسبوع ميت. ابغي كيف اسبوع ميت؟ من عطاك الفكرة هذه في اسبوع ميت؟ العود منور ركزه يقولون. وش اللي العود منور ركزه؟ العود منور ركزه يعني بداية صح بداية الاسبوع. صح ابدا من اول اسبوع. انا الظاهر اني ورطتك في المثل هذا ما تعرف. لا معروف الله يوفقك يا خلود يرزقك وان شاء الله السنه الجايه طلعك لندن ولا تاخذ لك لغه وتاخذ لك باذن الله ولا ذا اوديك مكان تاخذ فيه لغه تصير بلبل انجليز باذن الله. هو سبيك انجليش؟ يس. زميلي زميلي فلان زميلي ابو فلان والله الكف والمطنوخ. هذه جوا المدرسه بس. جوا المدرسة وحتى خفف فيها. أبو فلان والله من القبيلة الفلانية والله مطنوخ ما بخادمك بشيء. لا ولا زمالة المدرسة هذه ترى تروح.
اسمع انت رجال لازم اني احط لك النقط على الحروف واوضح لك. انا عارفها وحاطها قبل لا تحطها انت وعارفها. ما ادري انت الحين في السن لازم اني افتح عيوني. لا ما اعرف وحاك هذه جمال. ترى انا عارف اللواية وعارف ان ان شاء الله ما عندنا اللواية وان شاء الله انه مستقيم. كفو اخوي اخوي عادي اخوي. والزميل الزميل ترى اكثر واحد زامل انا. هذه جوا المدرسة هذه ما اطلعها انا. بس خلاص. ما اطلعها هذه جوا المدرسة واخففها بعد. شوف يوم تجي واحدة من ثنتين ما تلقى احد. ما تلقى احد. هذا والله صحيح. الا ابوك ولا اخوك. صحيح. ويمكن الزمن هذا ما تلقاهم لانه واحد مخلص معه. كيف ما تلقاهم؟ والله ما تلقاهم يا اخي. الحين الواحد يمشي يترك يعني يمسك في نفسك يا ابن الحلال. الحين الواحد يمشي يترك اخوه يترك ابوه ولا يرد على احد. لا ان شاء الله ما يترك اخوك ولا ابوك. قل انا اسال الله السلامه. انا اسال الله السلامه. وافهم الكلام وبس. انا بفطر بنطلع بنتمشى. فطور افطر في البيت. عندي في البيت هنا افطر لان علباك يروح على كبره. صحيح. تنذب جنبه. ولا جيت من الغد جاهز اما الحمد حاشي ولا كم سديات بعد الحصه السابعه. ايه احنا لاعبين مع الحر والشمس لين قلنا بس ومعاه ببسم مندي من برا ومع الصمت راحي بس خلاص ولا لك ولا نبغى ما المطاعم مسوي احسن من بيتك. صحيح. ولا البوفيات هذي تلف عندها والسنتيشتات ومعزميل يا رجل لحمة حاشا الوالدة تسودين وما فيها. مغرب وجه الشوارع بوج. السلام عليك. هلا تسلم في الدقيقة عشر. خويني يا خوي يا اخي. لا تخاويني ولا خاويك. لا يلا يلا انا يجي سوسة انت. وين وين؟ مسي مسي انا ما يبغى السيارة هذا. انا يبغى انا يجي. هذا غالي. مو غالي ما مشكلة انا يبغى مسي هذا. خلي انت ينزل. انا رمشه ينزل انا رمشه. طيب انت قلت لك سياره. خليك واقف عنده. متى خليك واقف عنده. طيب طيب انا يجي انا يجي سوسه انا يجي. الله يمتحنك. انا يجي. وين تروح انت؟ رمشه رمشه. انت ينزل انت شيل هذه السياره انا اشيل هذا. لا يا شيخ يوم يوم انا ولد ابو فرفر. شوي وقف وقف اركب وقف اركب. يلا تدخل السياره شغاله. السياره شغاله. يبغى هذا يبغى هذا يا ولد. انا يبغى هذا. السياره شغاله. طيب طفها هذه. ما مشكل ما في يسرق هنا بس انت هاتك سيارة انت شيلها. طيب طف طف وتعال. طف والله لازم انت مبرو. طيب مبرو 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 الخسارة. خليني اجي. سلام ما شاء الله. شوي على الباب. لا ما مشكلة. هذا فلوس كثير. ما مشكلة انا ان شاء الله سلانا خراب انا في سلة. صلح انت الدورة 50 ريال. الحمد لله انا في سلة ما مشكلة. انا الين انت كم راتب انا الين؟ 3000 4000. انت كلام 4000 صح؟ لا مو في 4000. 4000 ليش؟ انا سواق سبيشال سواق. حتى لو سبيشال انا عمر 50 سنة. لازم لازم 54 50 سنة مخ ما في. لا في مخ. فوت. لا في مخ في ما في. شوف كويس. نوم بدري. الشغل ما في كويس. زيادة تعب. عمر كبير. ايش فايدة؟ لازم هذا عمر كبير لازم تسوي احترام. لازم انت 4000. اول انت كم؟ 3000 صح؟ ما في كفاية. راتب انت 1200 ريال. لا اكل شرب موجود جوا. انا في 2 زوجة 6 بوزة. ايش دخل انا؟ ايش دخل؟ والله ثاني زواج. انا ايش دخل انت؟ انا جمع فلوس. ليش انا زواج ثاني؟ واحد بنت كويس. انا شوف صورة يعني. انا جمع فلوس. ما في خوف؟ طيب ما دام اول. لا ما في خوف ما في مشكلة. حرام كذا انت. لا. قلب قلب ما في كويس. لا هند عادي. شيل مدام كذا شيل مدام كذا. ايش انت قلب وهذا ولا في هوتيل؟ لا هذا رجال ما في مشكلة. هذا هند ما في مشكلة. حرام هذا زواج. مو حرام. اعطيك فلوس هذا اعطيك هدية فلوس جمع. انا ليه جمع؟ زواج ما في حرام. كسر قلب مدام هذا حرام. لا ما مشكلة. هذا كله فلوس فلوس. تعطيه فلوس تسكت. خلاص مو يسكت. ما في يسكت. حب انت حب انت هو حب. خلاص هذا زمان. خلينا 10 سنة ما يصير حب. هذا زمان طلع بيبي خلاص حب حب ما في. خيانة كذا زواج 4. ايوه لازم. هذا دين كلام الله كلام من كل معلوم. انا والدين ما حفظت غرفة الزواج. ما في مشكلة. هذا السوق انا ما مقصود. انا زوجها 4 مقصود. كيف انت قلب طاوع كذا روح انت زواج؟ انت مسكين يا شيخ. انت واحد بس. انت واحد. انت واحد. امسك امسك كذا بس. ايش بكره موت السبين روح.
روح يا ام الله موت يجي انا خلاص موت هو موت انا موت. إيه انت هب انت كده انا حبه انا يبغى اربع واحد هنا واحد هنا واحد موت مع السلامه واحد موت مع السلامه باي باي. طيب كيف انت كلام انا ابغى اربع انا ابغى اربع هو كلام بعدين ما فيه زعلان ما في زعلان انا معلومه انا اعطيك فلوس انا رمشة انا اودي سوق هو مكسود. يعني لو اعطيتها فلوس ووديتها السوق تزوج معنا هو كلام كيف انت ان عرضكم هذا زين يا ابن الحلال لكن عندنا انت يبغى تطلع الهند انت شو بالله من الشيطان الرجيم روح عشر عدت في الهند ايوه بسم الله الرحمن الرحيم زوج انا بسم الله الرحمن الرحيم لا تطلع علوم هذا وانا معدد واحد. انا قلب واحد حب واحد بس ما في سلسلة انت علي بابا مسكين جمع حد مدام 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 مسكين هذا فين بكره فين ريموت انت اين يقعد يشرح يبكي يبكي اسكت اربع ما يقدر مشكله واحد جده واحد رياض واحد هنا اي مكان بعدين هنا ودي مستشفى الوفاء القاهر ما في مشكله ما في مشكله ما في خوف ما في خوف انا غرفه موجود ما شاء الله تستاهل الفطور والله لو دريت اني انا اللي انزل اجيبه كل يوم اعطيك سكتة 60 ريال صبح قم انا سلام عليكم والله دك 60 ريال شيل شيل الفطور شيل الفطور الحمد لله والله من سواكت الراس يا بالها اربع اثر الطيب ما يعرف لا سعودي ولا هندي ولا باكستاني الطيب ما هو محصور على احد اي والله وبعدين سواكت الراس والنعاره هذه اصلا انت ما تجيبها يا الواحد هي التلد غريزه انا يقول ابالي اربع وحنا انت لز الواحد ما يقدر يظهر لكن حنا المشكله حب اسكت خلني اهري كويس لكن انا اقول اعبر على اللي بمشاعري القلب ما يسكن الشخصين واحد ويكفيني تعذيبه رد شعرك يا مرشح انا بعضنا لا طرر والله ما اقدر والله يمكن ما ينام حتى في البيت انت بالكربة ضرب الفلفل والله الين اكل خلاص بعد الظهر انت تجيب دجاج بالليل سمك يا ولد لا تعلمني في طيبك اليوم لو تبى ما ادري وش تبى صراحه صنعت يومي يوم قلبه اربع تزعل ما حنا والله انا واحد من بشر ما اقدر اجرع لها ولا يا والله والله ما اقدر اربع ايش الكلام هذا شوف انت ان شاء الله انت شوف اللي هنا انت كفيل صح؟ ايه انت اعطيك فوق شقه فادي اعطيك انا اجيب زوج وش؟ انت اعطيك تركت تجيك تجي عندي تسكن عندي بعد انت تجيب اعطيك والله اني مثل الاشياء الحيه في الخرج والله ما تطبها الحمد لله اللي هنا والله ما تطبها بس خلنا غيرك بعد زوجوني واضمنوا لي البخت روح بس خل شقه والله ما تجي عندي ولا تظلي تسفل اموال عندي فوق انا اجيب زازي روح بس خل جت البيت وفطور الله يدوخ ما شاء الله كيف حال علي الحمد لله يلا يلا ركب زلي 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 فوق مكتوب فوق لغري في بطنك تميز فول لا لا زلي انا مدير هنا انا سوبرفايزر والله سوبرفايزر حلالها ثلاثة نفر سوبرفايزر حلالها طير الناس اخر ما قعد تم على هلك الحين فطور خلص ايه ظهر دجاج يبغى بالليل يبغى سمك والله مخلد للتربيه الحمد لله انا في كفيل كده انا كل انا مزاز كده والله ما تلس ولا تحط على فم وانك تجلس على لبك رخال ايه باكستاني يلا بوك لغا 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 مايا سوبر مايا سوبولا وي سنة مايا سوبر وزر ها والله مغرتنا مرتنا ما في سوبرفايزر اجل انا ما هي سوبرفايزر ما في سوبرفايزر ها جو بولتو بخنا خلاص مد دايم ما في اجسد خلاص انا سوبرفايزر علي اجسد ما في لا لا خلاص سوبرفايزر انت سوبرفايزر خلاص ما في انا اجلس يا ولد انا سوبرفايزر ما هي جو بولا وي كرنا انا سوبرفايزر ما يخلي بولا ولد علي اجسد انت وش ايه كلام انا سوبرفايزر انا سوبرفايزر وانت انا مدير هنا سوبرفايزر انا قديم انا وانا وش انا يوم كنت سوبر انا كفيل انت اسكت بس انت شو انت شو قم ليه انا روح قم خلاص ما